هذيك هذيك الحاله بغا يدخلوا للمدور الخير اللي رحنا واقفين فيها اللي جا عندنا بالخير بغا ينالوا الخير وغادي اليوم كلشي كيتفرق كاين شي ما اليوم الراجل خاصو يكون راجل بحال الكحلاوي يعرف السلاح ديالو لان ملي تيجي الكحلاوي ولا لا دابا صافي هاد راني هاد الناس عندهم بيرميد جديد الناس اللي عندهم بيرميد جيت ولا مو مولفيش بحالو ولا مو مولفيش الصيده يعرفوا بان راه هاد الصيده راه اخطر صيده هي هي الباطي ديال الحلو تعرفوا واحد الجرار ولا تم عمي تعرفوا كيف تفتح متجر تعرفوا واحد القضيه اخرى كيرجع تعرفوا واحد القضيه اخرى الى قدر الله تعالى واحد فينا ضرب واحد راه البيرميد ديالكم حتى واحد ما غياخذ البيرميد ديالك ايه هو راه مشاكيلو وكاملين غنمشيو نتسائلو كيف هاد المشاكل راه خاصكم تعرفوها ومن الدور ديال الجمعيه باش توصل لكم المعلومات اول حاجه كاين اللي كيلحق بلاصتو كيبدا كيعمر في المكعله اللي قبل باقي بركتي في البلاصه نزيد ثاني يوم تحركت هنا كنسمعو كيطرقو كندور كيبان لي شي حاجه عندي وثاني كيعمر ولا شارد هادشي عند صاحبو ساري كيعمر الوحده مولاها يكون معاها رامي ديال بصح اللي باقي مبتدئ يعرف من هل لانها راه بحال تربانه تاع حاجه خطيره مولاي يموت على دقيقه لا يوقف عندك يوقف عندك وديرها بحال هكا يسلا كيمشي بحال هكا ما با سكوند عبلو بحال هكا كاين اللي ثاني كيكون وابل بحال المره اللي كنكون انا ملي كنكون بارك راه واخا بارك كندوز في شي بلاصه اللي هي قديمة ناري كامل بواكي ديال 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 الدراج ديال البراد كيما لقيت شاد الكحلة مرة كيديرنا بحالكم مرة كيجي كيديرنا وبارك وراه واحد لا لا الواعر اللي كنحطو في العظيم راه هادشي راه عايشونا ديما كيدير لهم كحلة بحالكم وراه ولد ولا خو ولا عم وراه ولا يدير راه هوك ويبدا داوي مع الاخر والاخر بارك علاه شتو بيوت يبون لامس واحد شاد الكحله حاطه قدامه بحالكم وباركوا بحجره جات الكلبه بدات تلعب عليه سلمات عليه من الله ودارت له حطت رجلها على القرص ناطت على وجهه شعلت مع ها الكلبه دارنا بيرك واحد طلب الله تعالى جيتو عند المسالمين كاملين الله يجعل ربي يديك المسالمين اللي جا النيه بهاد الكاره راه الله صح وغادي يفرجوا وغيجي بسلام يدوز حلو بينكم وبين السيد راه لا لا شتي لك انت بحالكم واه عينتي راسك فتي شويه هكا صقا ما بقاش عندك حق حلو في بالكم صح دابا كاين واحد الشيء على البلاصه اللي بالنسبه للناس ما عمرهم باركين معانا كاين البركه الاولى غنبركو شعبه كاين هو وحيط وجاب الاكليش وانت غتبدا تعلم غادي تضرب بواتك وحيط هاي قرب هاي قرب عندك خاطر هنا غادي تضرب بواتك وحيط تخرج الناس حاجه وحده خرجوا الناس عليه بحال مره تضربوا واسمع واللي كيكون كحته بارك كيجي معاه واحد ولا جوج كيتفرج يبقاو كيتحدثوا والتليفون لا ما نعاودوش رجعوا للسيناريو ديال الغلط ويجي دابا على الخطا يتعلم عليه دابا هذيك الخوات اللي كنشوفوا دابا ما عمرنا حطت الرجله ديالي خاصك تهلا في واحد حلو في دار حسن ورجع واحد حسن الله ما خاصك حتى جاو راك صفر الاول والثاني دير يدك اليسر هاكا عاجيه دير لك الشعبه اللي قطعت راه الا خليتو صبرت عليا راه غيقطع حياتي الحاج العربي راه ما غاديش ملي طلعوا لي راه تاع الخرسي ضربوه
ممنوع حلوفه والده الا الله يبارك فيك اسي الحاج الله يحفظك اسي الحاج بارك الله فيك لبن 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 الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيادنا الله يجعلوا نهار مباركم سوين الله يحفظكم كاملين انا راه والله حتى فرحان بكم ماشي كنقولها لكم من كنقولها لكم من الشعور ديال خاطري ودمي والشعر ديالي كنقولها لكم اللي جا انا بغيتكم تجيو عندي فرحانين وتمشيو كاملين فرحانين حنا راه حنا رما ولاد الرما وزايدين مع المكحله ما هيش على البارح هذا شديناها زايدين حداها ديال هاد البلاد والدينا راه كانوا معروفين وسبلوا عليهم راه ممل الله يرحم فضلنا الله يرحم الرما ديالنا اللي ماتوا والدينا ووالديكم الله يرحمهم سيدنا الله ينصره الله يعطيهم الله يعطيهم انا والخاطر الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء الناس اللي خدامين معانا واللي معاونيننا من سلطه من عامل من قايد من رئيس دايره الله يرحم والديهم راه معاونين مع الجمعيه في سبيل الله وكلهم عاطينا الفوفير في اي حاجه بغات ديرها الله يجعل ربي يسهل عليهم حنا الله يفرجنا الله يجعل ربي يفرجنا وسيدي هذا الشيء اللي غادي نقول لكم وساعتكم سعيده ونضربوا على واحد لا ما كاين لا من طرفنا والو الله يرضيك تفرج فيا كاين قانون Vez.
Thank you.